حرس المغربي وعبد الرزاق حمد الله نجم النصر السابق ولاعب الاتحاد الحالي على التوجه إلى زملائه السابقين في الفريق الأصفر لمصافحتهم والسلام عليهم أثناء عملية الإحماء والتسخين في مباراة الفريقين، وتوجه هداف الدوري السعودي في موسمين متتاليين بين 2018 و2020 إلى دكة البدلاء لمصافحة زملائه الأمس قبل انطلاق صافرة مباراة الكلاسيكو بين الفريقين في إطار الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وانضم حمد الله إلى الاتحاد بعد رحيله عن النصر عقب خلافات بين الطرفين، ويأمل بمساعدته العميد في تحقيق اللقب بعد غيابه أكثر من 10 سنوات. وأنهى النصر في نوفمبر الماضي عقد مهاجمه المغربي لأسباب وصفها بالمشروع قبل أن ينضم منتصف ديسمبر من العام الفائت إلى اتحاد جدة متصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. فتح مسلي المعمر رئيس النصر النار على طاقم التحكيم الذي أدار لقاء الكلاسيكو ضد الاتحاد يوم الجمعة في جولة 20 من الدوري السعودي، وسقط النصر في فخ الخسارة أمام الاتحاد ب3 أهداف للمقابل في المباراة التي شاهدت إصابة الحارس وليد العبد الله بعد تدخل عنيف عليه من فهد المولد، إضافة إلى طرد المحترف البرازيلي تاليسكا ببطاقة حمراء مباشرة بعد احتكاك بينه وبين مواطنه برونو هنريك. وكتب مسلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ما حدث اليوم مهزلة تحكيمية بكل المقاييس، هل كان الفار يعمل؟ لماذا المتضرر دائما وأحد المستفيدون دائما هم من ينافسون؟ وتابع: لماذا نفسر هذا التكرار؟ هناك من يصرف مئات الملايين، هناك من يعمل ويتعب، وفي النهاية تغيب العدالة وبأحداث غريبة ولا تصدق، ومن المتسبب؟ وقال المعمر في تصريحات عقب المباراة نقلا على الإعلامي أحمد الجدي: النصر كان ينتصر طوال المباريات الماضية بجهده دون الاستفادة من أخطاء التحكيم، لكن غيرنا يستفيد من أخطاء التحكيم. وردا على سؤاله حول المغربي عبد الرزاق حمد الله قال: هو ماض وانتهى، فقضية النصر معه لا تزال منظورة. وسجل حمد الله الهدف الثالث لفريق الاتحاد في مرمى النصر عند الدقيقة 65 من زمن الكلاسيكو الذي أقيم في ملعب الجوهرة المشيعات في جدة بدون حضور جماهيري، ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 38 نقطة.